بونسوار شباب، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اليوم رح نجرب هيدي اللعبة. اخترت الصبي، هي عاد ميادة كان. اللعبة عبارة عن انه فين طعمين شربه مثل عبدبو. عم يقول ايام هون انا بالبيت، فيك تسأله انبسطت مع ايف ولا كانت لطيفة لإلك، فيك اخر شي تقله getting late that got you ready to for bed، يعني روح نام. رح نقول له اذا انبسطت معه، قال هو كتير انبسط معه. She is best friend. عم يسألنا إذا فيني أفتح الهدية هلا، فيك تقول له أول شي انطر لعيد ميلادك، وفيك تقول له فيك تنطر، وآخر وحدة إنه خلاص فيك تفتحها. طبعا خليته يفتح الهدية. طبعا اللعبة انه عبارة انه نهتم فيه ونطفو وكل شي. هلا قاعد عم نطفو، هلا بدنا نطعميه. هلا بدي انام. عم يقولوا وقت خلص وقت النوم كباس على الضو ليفيق.
عم بقول good morning، صباح الخير، نروح نطعميه. عم بقول أنا كبرت، صار عمري 7 سنين، مغير شكلي، عم بتلو لا مو مغير، لأنه صار عمره 7 سنين. هلا بدي طعمين. عم بقول هابي بيرث داي سوري اي كان بي ذير كانت ويت فور سكول ستارت وي كان هانج اوت افري داي يو ار ذا بيست. هي جتو رسالة من رفيقتو ايف. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، اذا عجبكم بكمل السلسلة. اللعبة عبارة عن لعبة تهتم بالصبي مع قصة صغيرة.